كديرين لاباس بخير كديرين مع الصحيحة ياك لاباس عليكم. كنتمنى هاد الشهر ديال رمضان يدخل عليكم بالصحة والسلامة يا ربي، واش كنتمناه المسلمين كلهم يا ربي. وكنبغي نشكر كاع البنات اللي مشاركين عندنا في القناة. اليوم جاياكم بوصفة ديال مطيشة مركزة طبيعية، وداكشي اللي عندكم في الدار تخدموه زوينة. هنا عندي 4 كيلو ديال المطيشة، الاخرى اللي عندكم تخلطوها معاه. وعندي هنا باربة وحدة، وعندي هنا جوج معالق ديال السنيدة، ومعلقة ديال الملحة متوسطة، ماشي معلقة كبيرة بزاف، معلقة صغيرة متوسطة. وهنا عندي جوج معالق ديال التحميرة، وعندي النشا، وعندي جوج معالق ديال الزيت رومية، ماشي بلدية، زيت رومية. هنا غنحط مطيشة حتى لحقاش كديرها في المجمد، مجمدة ليا بلا ما نقطع على ما والو. راه غادي تحط فوق العافيه وغتنزل، ما غاداش تبقى هكا. كنحط هاد جوج معالق ديال التحميره، الملح والزيت. هاد النشا والسنيده غنخليهم، ما غنديرهمش ليها. صافي دابا غنشعل عليها العافيه ونخليها فوق العافيه حتى طيب. دابا بعد ما حطيتها في البوطه انتم كما كتشوفوا هي دابا كتغلى، صافي قربها طيب واحد شويه، صافي غنطفي عليها. تابعوني حتى الاخير تشوفوا واش غندير لها. دابا طفيت عليها، غنخليها حتى تبرد عاد غندوز الطريقه ديال التحضير ديالها. صافي دابا بعد ما بردات لينا غنشد هاد الباربه غنحيدها. صافي هادي صافي غنحيدها، صافي ما بقاش نخليها. نحيدها من هنا، هاهي بقى وحده خصنا نحيدوها كلهم نتخلصو منها، ما نخلوهاش تبقى. نشوف لا بقى شي وحده اخرى. صافي دابا قلا ما بقاش، صافي غندوز دابا باش نطحنها. ناخذ طبقة واحدة صافي. دابا بعد ما طحنتها غنشدها غنحطها في الصفايات الصفر. كنشدها على كلها الصفه كامل، صافي نحيدو من هذيك الزريعه وديك دوك الجلود ديالها اللي بقاو رقاق اللي ما طحنوش، خصني نحيدو. هاد لاصوص راه كتجي زوينه، هاد لاصوص كتخدمو بها الحريره والبيتزا كلشي، لي بات كلشي كتخدموها كتجي زوينه هاد لاصوص. صافي دابا هنبقى حيد هاد الجلود، صافي تابعوا معايا حتى نكملها في الطحين كلها باش ما يجي الفيديو طويل. صافي دابا بعد ما كملتها في الطحين وصفيتها، دابا غنحطها فوق العافيه. دابا غنحطيتها فوق العافيه، شعلت عليها باش طيب.
حطيت هاد الكاسرونه غنشعل على العافيه وغنحط فيها هاد السنيده، جوج معالق ديال السنيده غنحطو، نخليهم حتى يبداو يولو بحال الكراميل يذوبوا. دابا غناخذ هاد جوج معالق ديال النشا غنحطهم هنايا، غنكب عليهم شي نص كاس ديال الماء ديال العنبه، صافي غنحركهم هنا حتى تغلى معطيشة وغندور بها، غندورها بهاد النشا صافي تابعوني حتى الاخ. صافي بعد ما غنشوفو هاد الكراميل كيدوب خصكم تبقاو تحركوه بحال هكايا باش ما يتحركش ليكم وما يلصقش، دغيا كيدوب بالخف كيدير شي 4 دقائق دغيا كيدوب. دابا غناخد داك الكراميل اللي دوبت أو ملي تخفوه أو تحركوه صافي تبقاو تحركوه صافي غيدوب معاه صافي. بعد ما حيدات من هاد الكشكوشة كلها دابا غندوز ندورها بالنشا، نحركو مزيان صافي، تبقاو تحركوه مزيان هكا، حركوها تحركوه مزيان تيتخلط هداك النشا معاه مزيان مع لاصوص يدخل فيها مزيان. صافي دابا نطفي عليها، صافي غنطفي عليها حتى تبرد. مطيشة اللي حضرت معاكم كيما كتشوفو هانتوما كيجي زوين، كيجي القوام ديالها زوين وكلشي هانتوما كيما كتشوفو. الانسان يحضرها في الدار بلا ما يبقى يشري لك مطيشه ديال الزنقه ما عرفنا اشنو فيها، هذه كتحضري على يدك مطيشه موجوده ومطيشه رخيصه تبارك الله، الانسان يحضرها على يده ويخليها الوقت اللي بغاها يديرها البيتزا يدير لها عشويه البزار وشويه الثومه ويدير لها شويه الزعتر يحكو معها ويخلي نص البيتزا ونص الحريره، ولا بغى يخليها الحريره كلها يخليها، المهم راه كتجي زوينه ولذيذه. القراعي بعد ما شديتهم غسلتهم مزيان وعقمتهم بالماء الطايب وكنكفيهم ما نمسحهم ولا كنكفيهم على زيت بحال هكايا كينشفوا، ملي كيتعقموا بالماء الطايب صافي دغيا كينشفوا، هما اللي غندير فيهم مطيشه. ها هي دابا كتشوفوا بردات، شوفوا القوام ديالها كيفاش ولا، راه شغل نقول لكم راه زوينه هاد المطيشه، داكشي علاش قاسمتها معاكم هانتوما راه زوينه كما كتشوفوا. عمرت منها ثلاثه القراعي وها هي شاتت قرعه اخرى درتها هنا في هاد السوبير. وشكرا على المشاهده وما تنساوش تدعمونا باشتراك. ساكن معايا.